في أنا رسامي ومرأة فلازم نشارك بهذا المعرض. دائما المرأة ملكة إيه أوكي، بس تكون بالمطبخ ما تطلع لبرا تصير ملكة يعني، أو هاي الشيء المعترف عنه. قمنا اليوم معرض لؤلؤة لمناقشة قضايا نسائية هي موجودة فعليا في مجتمعنا، عن التحرش والعنف والمعتقلات، مشاركة والعادات والتقاليد، وأكثر شيء ركزنا على موضوع المعتقلات. رسمت وحدة عن المعتقلات ووحدة عن المشاركة ووحدة عن العادات والتقاليد. الرسمة هي عن تحكي عن فناء المرأة، إنه المرأة بتفني نفسها من أجل المجتمع، من أجل حواليها، من أجل أولادها، من أجل عائلتها، من أجل كل شيء. المعرض عم يتكلم عن قضايا كتير مهمة عاشتها المرأة السورية خلال 13 سنة الماضية خلال الثورة السورية، ومن أهمها هي قضية المعتقلات السوريات في سجون الأسد. المعرض عم يحكي عن قضايا تانية اللي بتخص العادات والتقاليد، بتخص المشاركة بشقيها السياسي والمجتمعي للمرأة السورية، بتخص التنميط اللي عم يصير على المرأة في مجتمعنا. لازم يعني نحن نتمع من ناصر قضايا السورية بشكل عام وقضايا النساء بشكل خاص بشكل مستمر، حتى يعني نحقق التغيير المنشود بهاي القضايا. شاركت في 5 لوحات، عادات التقاليد والحق المشاركة للمرأة والمعتقلات، مثل هي حق المشاركة للمرأة. يعني اللوحة مبين يعني إنه الإيدين إيدين رجال أول شيء، ثاني شيء رجال أعمال بما إنه لابسين رسمي، هذا المعترف عنه. والمرأة هي مبين يعني إنه داخلها كلام رأي أو مشاركة وممنوعة. اللوحة تاني جناحات لمرأة، ما أنا مقيدي وما أنا معتقلي وما أنا شيء، بس حواليها ظلام وجهل. فأحيانا جهل المنطقة بيخلينا ما نحسن نفرج جناحاتنا بشكل كامل. اللوحات هي أكثر طريقة، لأنه نحن عملنا ثورة وقمنا مظاهرات، شلنا سلاح وعملنا كل هالأمور، ما طلع بإيدنا شيء. فلازم نحن نعبر عن آرائنا ومطالبنا وأفكارنا عن طريق بطريقة راقية، يعني عن طريق لوحات، عن طريق رسم صور، أي شيء نحن نحكي فيها من دون ما نخرب، من دون ما نعمل خراب وحرب، نحكي بطريقة راقية.